سامي؟ سوزان صباح الخير. صباح النور. أنا دورت عليك بس ما شفتك جوا، قمت طلعت على الجنينة وشفتك هون. كان في كم شغلة قلت بساويهم لبين ما تفيقي. خير شبكي؟ تعبانة شي؟ كأنه مرتفع حرارتك. لا رواق. ليش عم ترشفي؟ عم يرن موبايلك شوفه. الو، اهلين رضا. سامي، اخوك اجى لعندي. شفته انا كمان، لا تاكل همه، بس ما توقعت انه يروح لعندك ابدا. رضا حكيته انت وياه؟ انا كثير تضايقت سامي، الولد منهار وصار يبكي مثل اولاد الصغار وما عرفت شو بدي ساوي، تلبكت. رضا اسمعني، انت قلت له اي شيء بخصوصها لسوزان؟ صراحه كنت راح احكي له بس ما جاوبته على شيء. عم اقول لك الولد منهار. ليك انت قادر اتصرف. تمام رضا، لا تاكل هم. شكرا، ومن بعد اليوم ما عاد يزعجك، لا تاكل هم. خلاص شكرا محمود. امبارح المساء بعد ما تقلت بالشرب اضطريت تستضيفني عندك. كلنا بهالدنيا ضيوف، ولا يهمك انت. سميح رح يضل معك ويوصلك وين ما بدك. لا تعذب حالك، انا باخذ تاكسي. اسمع سعيد، فكر منيح، اذا راحت حبيبتك انت ما لازم تروح، فهمت؟ لانه الانتقام ما بيرجع اللي راح، واذا قتلت ما رح يتغير اي شيء. ولا تفقد الامل وخليك عم تدور عليها، ما بتعرف احتمال الصدفه تجمعك فيها شي يوم. طبعا اذا بتكون لساتها عايشه بعد اللي صار. عن اذنك سعيد. لوين؟ ما بدك تعانقني؟ انا واثق بوعيك، لا تشغل بالي عليك ابني. لا تاكل هم. سامي وينك لهلا؟ كمان شوي كنت رح امشي. اللي شوفي
جاوبني، سمعت بشي؟ احكي لي، ليش ساكت؟ عرفوا وين سوزان؟ الصبح جاب لي اياها رضا لاوعى الشط، بس ما في اخبار عن سوزان بنوم. كانه ما عاد في امل نهائيا، على الاغلب ما يلاقوها. سوزان ماتت بسببي أنا، كل شيء صار بسببي أنا. سعيد، وكل الله ولا تحمل الذنب لحالك أنت، طول بالك. لك كيف بدي طول بالي؟ الحياة ما عاد لها طعمة بعد ما راحت سوزان، لك أنا شو بدي بهي العيشة؟ لا تحكي هيك يا سعيد، خلاص الزلمة حكيته أنا. بكرة بالكتير رح ياخدوك لبرات البلد. مشان الله يا سامي، حتى إذا سافرت كيف بدي أعيش أنا؟ خلصنا، لا عاد بدي سافر ولا حتى بدي أعيش. إذا سوزان ماتت نحن عايشين لسه، لازم تروح على القليلة مشاننا نحن. أبوك عم بيتعب كتير، أنت عم تفهمني؟ اسمع، أمورك جاهزة لا تأكل هم، وأنت لازم تروح وتبلش حياة جديدة. سعيد، من اليوم ورايح لازم تسمع كلام أخوك. أنا حكيت مع الزلمة وعم بيستنوا ترد لهم خبر. مسيك هدول أرقام التليفونات. اسمع، بتحكي معه وبطريقك بتاخذ له كم صورة بسرعة وهو بيتصرف. أنا خلص دفعت نص المبلغ والنص الثاني لتوصل. بوعدك إنه رح يرجع كل شيء مثل الأول. ليك، من هلأ لتطلع ما بصير تحكي مع أي حدا فينا، احتمال تكون تليفوناتنا مراقبة. تمام، يلا قوم بلا ما نتأخر. يلا. أرجوك كونوا بخير. روح واعمل اللي قلت لك عليه. إذا صار ووصلك شيء أخبار، ما رح يوصلني أي أخبار عن سوزان. المفروض تتعود على هالشي من اليوم. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.